عشان نعمل الحمص بالكاري محتاجين حمص مسلوق ومتصفي، ومحتاجين زيت سواء كان ذرة او زيتون، ومحتاجين بودرة الكاري وبودرة الكركم والملح والفلفل. ممكن نعملهم بنكهة واحدة بس، يعني كاري بس او كركم بس؟ اه طبعا ممكن، ما فيش اي مشكلة خالص. اللي متوفر عندكم او اللي انتوا بتحبوه تقدروا تستخدموه. ممكن نشيلهم ونحط بودرة او يعني كمون مطحون، اه ممكن جدا، ما فيش اي مشكلة، كله هينفع. تمام، هنعمل ايه؟ زي ما عملنا المرة اللي فاتت بالظبط، هاخد الزيت، هاخد الملح والفلفل والكركم والكاري، الله على الريحة، ما نكترش قوي عشان الحاجة ما تمررش مننا، ها. وبعدين ننزل الحمص، وبعدين نقلب الحمص، وبعدين نفرد الحمص على صاج عليه ورق خبز صف واحد، لير واحدة، طبقة واحدة، كل 5 دقايق أقلبه لحد ما يتساوى في اللون والتحميص والنكهة. تمام؟ تمام، أطلعه يبرد شوية أحطه في البولات بتاعة التقديم أو العلب أو البرطمانات. طيب، بجيب الاير فراير، وانا بحب احط لها ورق زبده سواء كان المخصوص ليها، لو عرفتوا توفروه. ده هيخش الاير فراير وهيطلع بالشكل اللي عندكم في النص ده اللي هو الاصفر.